المشكل. اليوم اختاريت واحد المكون من المكونات اللي كنسميها الذهب الاسود، ولكن الذهب الاسود ماشي البترول، ولكن عندنا حنا الذهب الاسود الحمد لله في المغرب اللي هو الزريعه الكحله. الزريعه الكحله اللي هي الزريعه ديال نور الشمس، فعندها واحد الفوائد كبيره، خاصه ان في اوروبا وخاصه في اوروبا الشرقيه كتستعمل بزاف. الفوائد ديال هذه الزريعه، اولا خصنا نعرفوا بان القيمه الغذائيه ديال الزريعه اكثر من البيض واكثر من اللحم، خصنا نفهموا هذه المساله. الزريعه الكحله، الزريعه الكحله، وعلاش علاش التصقات عندنا في الاذهان ديالنا الفكره ديال انه الزريعه الكحله كدير بالمصارن وكدير المصران خاص وكدير المصران الزايد. فهذه مساله مغلوطه. علاش كيقول لك بدا اولا هي ما كتكاش بقشوره، يعني ملي كتكال بقشوره كدرنا في المصارن، هذه الطريقه ديال الاكل ديالها. اما الزريعه الحب ديالها الداخل ديالها فهي خاصه انا في البلد اللي كنت كندرس به يعني في سان بيترسبورغ في الطيار الروسيه، فكانوا كيستعملوها بزاف. ما يمكنش ما تدخلش لشي بيت روسي ما تلقاهاش، وتبارك الله راك شفتي الصحه ديالهم كيفاش دايره، وشفتي كيفاش ديك المناعه عندهم طالعه، فهي ضروري كتعطى للاطفال وكتعطى للناس الكبار. وحنا ما كنبغيوش نعطيوها للاطفال الصغار، يعني مره مره كنقولوا يلا هاك كل الزريعه الكحله، ولكن حضي راسك لانها غادي تضرك في المصيرنات ديالك. غادي نشوفوا اذا نكتشفوا اسرار الزريعه الكحله معك اليوم ولاول مره وحصريه. مرحبا بكم دائما معنا. مواصلين معك دكتور عماد، كنا كنتكلموا على الزريعه الكحله. اذا اليوم كتقول لنا الزريعه الكحله خص نقدموها الاطفال ياكلوها مره مره غير بلا قشور، بلا قشور وبالمقادير اللي غادي نعطي، وما تكونش باليه ايضا، ما تكونش قديمه. اكيد، فهي غير كتكون غير مقليه شويه، وكذلك حتى درجه الملوحه ما تكونش كبيره. حتى الناس مثلا اللي عندهم مشاكل ديال الضغط مرتفع، ولا مثلا اللي كيعانيوا من المشاكل ديال الكلاوي مثلا اللي كيكون عندهم هذه الامراض، فكيمكن لهم يقليوا الزريعه بلا ملحه ويستافدوا منها. وانا غادي نعطي الطريقه كيفاش غياكلوها الوليدات وكيفاش غادي ياكلوها الناس الكبار. ولكن حنا كما كنقولوا دائما ملي كنهضروا بامور علميه اختي سناء، علاش هذه الزريعه الكحله عندها هذه الفوائد كامله؟ علاش؟ انا ما غاديش نبقى نذكر من الخصائص ديالها كثيره، لحقاش الا بقينا كنذكروها غادي نجلسوا تقريبا واحد العام وحنا كنرصدوا في الفوائد ديال الزريعه الكحله. ولكن بغيتكم تركزوا معايا على ثلاثه ديال الحوايج. اولا، الزريعه الكحله غنيه بالفيتامين دي. اذا هذا الفيتامين دي اللي هو كيشكل لنا واحد المشكل عالمي، وخاصة في المغرب أن المجموعة من الأخوات كيعانيوا من هذا المشكل ديال الفيتامين دي. ماشي غير مجموعة، راه آخر دراسة كنعاود نذكر وكان الرقم اللي فاجئنا هو 95% ديال النساء في المغرب كيعانيوا من نقص في الفيتامين دي، يعني ما يفوق 90%. 90% علما أنه حنا بلد ديال الشمس. أكيد أكيد، وخاصة حتى الفيتامين دي راه واخا كنهضروا عليه، ولكن كنفهموا على أنه هذا الشيء ما عندوش علاقة مباشرة غير بالشمس، لأن يعني المرأة المغربية عموما كتهرب من الشمس، كتخبى من الشمس، ولكن عنده علاقة أيضا بالعادات الغذائية. إذا الزريعة الكحلة مثلا شنو السيدة تبقى تاخذها مرة في اليوم؟ نعم، أنا غادي نعطي المقادير في الأخر للأطفال والسيدات. إذا قلنا الفيتامين دي. ثانيا، الفيتامين اللي ما عمرنا سمعنا عليه اللي هو كيتسمى اللي ما كيكونش في جسم الانسان، الفيتامين اف. هذا النوع ديال الفيتامين، هذا فيتامين اف اللي مؤخرا تكتشف. فهذا الفيتامين اف جاي من اف هي فات، يعني كما كنقولوا الدهون، ولكن هذه احماض دهنيه. الفائده ديال الاحماض الدهنيه باش كتفكرنا بزيت الزيتون، كتفكرنا بزيت نور الشمس اللي كتستعمل في الحميه اللي هي كناخذوها من هذه الزريعه هذه، وكذلك كتفكرنا بالاوميغا 3 اللي كتعالج المشاكل ديال القلب وديال الشرايين. اوميغا 3 من المواد اللي اليوم ماده ديال لامود، ماشي ديال لامود، ديال الميولات الكبرى. نعم. ديال تغذيه سليمه ضروري كل الاختصاصيين، وهذا الشيء ماشي غير عندنا في بلادنا، في كل انحاء العالم كياكدوا على اهميه الاوميغا 3 او الاوميغا 3 كماده لجسم سليم. اكيد. وكما كنقولوا الماده الثالثه، هذه المادة الثالثة اللي يمكننا نعاونوا بها شكون؟ يمكننا نعاونوا بها الناس اللي كيعانيوا من المشاكل ديال الإدمان، وخاصة الناس اللي كيكونوا كيديروا التدخين، هي مادة الفيتين. فمادة الفيتين كتعاون الدماغ أنه ما كيبقاش كيدير دوك الإفرازات ديال كما كنقولوا ديال الإدمان، أن الإنسان خصو هذيك المادة وخصها تجي فهو كيحاول ينقص منها. منقص، يعني خصو ديك المادة، خصو يكمي، خصو النيكوتين. فهاد الفيتين كتعاوننا باش كتحيد لنا هاد المشاكل هذه ديال التدخين. وكذلك مادة الفيتين هي المضاهية، مادة الفيتين هي اللي كتنافس لنا المضادات الالتهاب القوية اللي كتضرنا في المعدة اللي كاينين في الأدوية. إذا هاد مادة الفيتين هي السر
ديال الزريعه الكحله واللي كيعالج هذه المشاكل ديال البروده، اللي كيعالج هذه المشاكل ديال الام المفاصل. اذا طريقه كيفاش يمكننا ناخذوا الزريعه، وهاد الزريعه خصنا نداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال شهرين. كيفاش غادي ناخذوها؟ كناخذوا ربما قبل ما تقول لنا الطريقه كنقترح عليك نسمعوا الاسئله المستمعات أكيد. في هذا الموضوع اللي هما معنا على الخط، والبدايه مع فاطمه معنا من سلان ثم نجات، غادي ناخذوها ونسمعوا سؤالها من مدينه وجده. صباح النور فاطمه من سلان. صباح النور اختي سناء الغزاله، شبارك؟ الحمد لله. وانتيا لاباس عليك؟ الحمد لله شبارك دكتور عماد، كلشي بخير بخير ان شاء الله. راكم منورين نهاركم منورين جلي خطكم علينا. الله يبارك فيك. الله يخطك. واحد السؤال ديالي الله يجازيك بخير، انا دابا هاد الدخل برد رجلي كتعطيني الحريق، وفي الصباح ما كنقدرش، واحد خصني واحد تقريبا ربع ساعه نبقى نمشي بشويه بشويه عاد باش كتطلق ويدي كترقد عليا والحريق. نعم هذا هو نعم. السؤال ديالي. السؤال كان سؤال بسيط، ما كتعانيش من مشاكل ديال القلب؟ ما كتعاني من حتى شي مرض؟ لا الحمد لله بالنسبه سميتو اللي عندي فاش تولدت كان يدي تقريبا بحال اللي تحلوا عليا. قال لي الدكتور راه الهرمونات عندك شويه ناقصين، وهذا هادشي اللي زعما قال لي الدكتور بالنسبه للهرمونات ناقصين شويه. واش فاطمه هادشي مشيتي شفتي عليه شي طبيب مختص؟ عندك الروماتيزم يعني شخص البرودة. عندك حالة ديال الروماتيزم. البرودة، قال لي البرودة هي اللي كدير لك هاد المشاكل هادي، وانا ما كنتش الدكتور عماد يعطيني شي وصفة زعما اللي واخا. انا بغيت نسولك قبل ما يجاوبك دكتور عماد، والفيتامين دي عمرك درتي لها داك التحليلة؟ لا ما عمرني ما درتها صراحة، الله ما عمرني ما درتها. نعم دكتور عماد. نعم ربما هذه حالة عند الأخت فاطمة اللي كندعيو طبعا معها بالشفاء إن شاء الله، حالة متكاثرة بزاف، لأنه دابا حنايا داخلين على فصل الشتاء، وكل سنة هذه دابا مدة كيوليو كيجيونا كثير 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 من الأسئلة بحالها. داك الشيء علاش اليوم كنخصوا الحلقة ديالنا باش نهضروا على هذا الموضوع، والوقاية كتبقى خير من العلاج. حنا بغينا قبل ما يزيد يبرد الحال. فاطمة شنو أهم ما تقول لها قبل ما تعطيها الطريقة ديالو؟ مازال غادي ناخذوا نجاة من وجدة. فالأخت كنقول لها أن هذا المشكل عندها ديال الدورة الدموية، أن ملي كتنوض الصباح كيتقالوا عليها، فحنا قلنا من الأسباب ديال هذا المشكل هذا ديال الروماتيزم. فهي اللي غادي نعطيها زايد على هذه الوصفة اللي غادي نعطي في الأخر ديال الآلم والروماتيزم، غادي نقول لك أنك تقلبي على نبتة الجينكو، يعني الجنكه، ولا ما غناخذوش الجينكو لان تقدري ما تلقايش في ديك المنطقه. كاين واحد الحاجه زوينه، الوراق ديال الداليا الحمراء. اذا الوراق ديال الداليا الحمراء راه متوفرين موجودين، غادي تاخذي ليا منهم معلقه صغيره، وغادي تزيدي عليها كاس كبير ديال الماء، غتغليها مزيان حتى تغلى، وغادي تقسمي هذاك الكاس على جوج، غتاخذيه بعد الفطور في الصباح وبعد العشاء في الليل، وغادي تداومي عليه مده ديال شهرين. ان شاء الله هذا المشكل ما غاديش يبقى، مع الوصفه اللي غادي نعطي في الاخر ان شاء الله ديال البرنامج ديال المشاكل ديال الالام والروماتيزم والبروده. اتفقنا فاطمه؟ شكرا دكتور عماد، شكرا اختي سناء، الله يخطيكم علينا، الله يخطيكم، شكرا جزيلا. مرحبا لا شكرا على واجب ما يكون عندك باس ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نجاة من وجده، نجاة صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير الاخت سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مرحبا دكتور، لاباس عليك بخير؟ لاباس الله يبارك فيك اختي، ملي كنسمع صوتكم. بارك الله فيك، شكرا. الله في عمرك. الله يخليك. انا عندي نقص لا فيتامين دي، عندي 8، ونفس الاعراض اللي قالت لك السيده، كان من الصبح ما كنقدرش، كل شيء هذا نحس بروحي بحال اللي مدقدقه، بحال اللي بايته فايقه، ولا بحال اللي بايته نخدم، ولا اون بليس كندوش بحال اليوم غسلت لا غدا ليه ما نقدرش نوض، كلشي عظامي بقاو يوجعوني، ونصبح سخانه وسخره فيا، واون بليس لا فيتامين سي عندي 8، وهذه 15 اليوم بقيت نضحك بوحدي قبيله كي سمعت انك هضرت على الزريعه الكحله. بقيت كناخذ هذه 15 اليوم، وليت بحال مدمنه عليها، العشيه يعني ضروري خصني ناخذ واحد درهم ولا جوج درهم بحال الزريعه. البليه قلت لك البليه ياك؟ نعم. وبقيتها ما بقيتش، بقيت نخرج بوحدي نشريها ونجيبها للدار، يعني تخصني العشيه خصني ناخذها. وكناخذها غير مقرملها هكاك، يعني واش نكمل نبقى ناخذها، ولا انا جبرت باللي زعما يعني غير هكا عشوائيا، انا بقيت مدمنه عليها زعما. نعم. كنت عارفه باللي بصح. فهمتك اختي نجات.
نعم. سؤال آخر الله يخليك، غير أخت الأم ديالي عندها فيها مرض السكر. شافيها يا رب وشافي أمي ماش كاملة. الله يسلمك بارك الله فيك. غير السعال كيجيها السعال وما تقدرش يعني يبغيك لها شي وصفة، السعال والحلق كيحرقها وكل شيء، يبغيك لها شي وصفة ما فيهاش السكر الله يخليك. إن شاء الله. واخا بارك الله فيك. واخا بالنسبة للألم اللي قلنا أن ديال الروماتيزم أو ديال البرودة أو ديال هذه المشاكل هذه، فغادي نعطي الوصفة في الأخر ديال الدين. غير هو ملي كتكون شي حاجة خاصها الإضافة فكنزيدها. إذا اختي نجات شنو يمكن لك تزيدي؟ يمكن لك تزيدي أنك تاخذي معلقة صغيرة ديال الحريقة الحرشة، معلقة صغيرة ديال الحريقة الحرشة، غادي تولي كديريها في واحد زلافة ديال الحسوة ديال الشعير. إذا الصباح كديري واحد الحسوة ديال الشعير بالحليب، وبالنسبة للناس اللي كيكونوا متبعين الحمية يديروها بالحليب خالي الدسم، وكنديروا معلقة صغيرة ديال الحريقة الحرشة كنخلطوها كنخليوها تطلق واحد 5 ديال الدقائق وكنشربوها مع هاد الحسوة غير زلافة وحدة بركة. هاد العملية كنديروها كل نهار مدة ديال شهرين، فهي كتعطي نتيجة كبيرة، وخاصة أن الحريقة الحرشة عندها ميزة أنها كترفع نسبة الفيتامين دي. حنا باش كنقويو الفيتامين دي في الجسم. بالنسبة للمهمة غادي تاخد أحسن حاجة للمشاكل ديال السعال اللي كنهضر عليها اللي هي اللفت. إذا اللفت هنا المهمة ما غادي لا سكر ولا عسل. غادي ناخدو اللفت غادي نحكوها مزيان اللفتة، غادي تحك مزيان. وشنو غادي نزيد عليها؟ اللفتة البيضاء غادي تحك مزيان. واش غنزيدو عليها؟ غنزيدو عليها معلقة صغيرة ديال المطرد. من الأحسن إلا لقيتي الخردل أو حبوب الخردل اللي كتباع في المعشابات يكون أحسن. ما لقيتيهاش يمكن نكتفيو غير بلا مطرد اللي كنستعملو في المطبخ. غادي ناخدو معلقة صغيرة غادي نخلطوها مع هذيك اللفت، غادي نخشيوها في الفران حتى تحمر مزيان هذيك اللفت وتطلق لينا هذاك الماء ديالها، ومن بعد كتكديريها لها فشي طبيسيل وكتعطيها المهمة كتاكلها. فإن شاء الله في طرف يومين ثلاث أيام كيحيد هذا المشكل هذا. إذا وغتبعي على الأمور. بالنسبة للمشاكل ديال الآلام اللي كتجي مورا الروماتيزم والبرودة، فإن شاء الله في آخر حلقة غادي نعطي الوصفة لهذه المشاكل. نمشيو لشمال المملكة، معنا الأخت خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. شكرا اختي سهلة، نهار كبير هذا اللي اتصلت بك، وانا عيت هذه عامين وانا كنحاول اول مره فرحانه بزاف اليوم. ايوا الحمد لله، وانا كذلك سعيده نسمع صوتك. وعليا بارك الله فيك. شكرا للاخ عماد على النصائح اللي كيعطينا، شكرا بزاف بزاف. هذا واجب اختي، هذا واجب. مرحبا. شكرا بارك الله فيك. انا عندي الركبه ديالي حين كنكون كنطلع هذه تقريبا هذه واحد العام هذا، حيت كنكون كنطلع في الدروج كنحس اليوم كامل الصوت، كنحس بركبي رجلي كيتغزو. عندي سؤال على بنتي لك ممكن؟ أي مرحبا. واخا ربما نسولك يا خديجة يا كدكتور عماد. نعم. كتسول أيضا السيدات واش عندهم زيادة في الوزن لو مشكل ديال الركابي ودل المفاصل. واش عندي أنا زيادة في الوزن؟ أنا الوزن ديالي 60 كيلو. ما عندكش زيادة في الوزن؟ أنا 60 كيلو شافك ديال الطول. والله ما كنشوفك خديجة. زوينة عندك هادي. واخا شحال فيك في الطول خديجة؟ عندك فكرة؟ شحال صافي؟ شحال فيك في الطول؟ نص متر ولا فيش نص متر أنا؟ نص متر؟ شحال القامة؟ شحال عندك في القامة؟ عندي متر وشي حاجة ما عرفتش بالضبط. واخا انت كي كتحسي براسك ثقيلة زعما واش عندك الوزن زايد ولا كتحسي براسك مزيانة عادية؟ لا كنحس براسي مزيانة. ايوا الحمد لله. كنعمل رياضة كل صباح. ايوا الحمد لله الحمد لله. واخا حيت كنعمل بحال الكورنيش كل نهار كنخرج الكورنيش. واخا اختي قولي لي شحال في العمر ديالك اختي؟ عمري 35 عام. 5 ايوا تبارك الله، يعني حيت الطريقة ديال الرياضة هادشي اللي بغيت علاش انا سولتك على العمر، حيت الطريقه باش كنديروا الرياضه حتى هي كيمكن لا تعطينا هاد المشاكل الا ما كناش كنديروا بواحد الطريقه سليمه، كتعطينا هاد المشاكل ديال المفاصل. سمعتيني؟ اذا هاد المشكل ديال ركابي شفتي شي اختصاصي ولا ما شفتيش؟ لا ما شفتش اختصاصي. لا انا يلاه يعني عاد طرا لي يلاه ماشي يعني عاد حسيت بها. شحال تقريبا المده؟ هذه تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور تقريبا. 4 شهور الا بقى هذا المشكل هذا، بعدا خصك تشوفي بعدا اختصاصي باش تشوفي المشكل ديال الركابي واش مزيانين واش باقي فيهم الماء ديالهم، واش ما كاينش شي حاجه على المستوى ديال المفاصل فين كتكون ديك الملاقيه ديال العظام، ياك؟ بالنسبه للمساعده خليك في الاستماع، فانا ان شاء الله غادي نعطي وصفه للمساعده. واخا بالنسبه للبنيته يلا البنيته ما نسيناش يلا قولي لي البنيته شنو هو السؤال ديال البنيته؟ بنتي عندها فيها السعله ياك وشريت لها الدواء
ومع ذلك ما حاش الناس فعلا وسمعت منك واحد الوصفه قلتي نعمل البصله ونعمل عليها الماء طايب ونصفيها مع العسل ونعطيها لها ياك وعملت انا ومع ذلك يعني كتزيدت على كتعل بزاف بزاف وبغيت حيد منها ما واخا اذا ما ديري الوصفه اللي كنهضر عليها ديال اللفت اللي درنا نعم اللفت اللفت اللي غادي تاخذي لفته وغادي تحيدي لها الداخل ديالها شويه يعني كما كنقولوا غير كتحيدي واحد الدويره لداخل في القلب ديالها وتخوي فيها معلقه صغيره ديال العسل الحر وتخشيها في الفران واخا شكرا تخليها في الفران حتى تذوب هذيك اللفت وتخرج هذاك العسل منها ومن بعد كتعطي البنيته تاكلو من الليل لليل وان شاء الله غادي يحيد المشكل واخا شكرا ما يكون عندك بس عندي سؤال والزرعه سمح لي بزاف يلا بسرعه اختي انا يعني. عندي الوالده فيها كوليسترول سمعتها كتهضر على الزريعه الكحلوه تصلح لها ونفس الوقت فيها الكلاوي وتصلح لها ولا لا؟ تصلح لها غير هي الزريعه غادي خصها تقلها كما قلنا بلا ملحه وانا غادي نعطي الطريقه شحال غناخذوا الزريعه بالنسبه للوليدات الصغار وبالنسبه للكبار ان شاء الله خليك في الاستماع. وبقى لنا سبعه ديال الدقائق قبل ما ننهيو حصتنا اليوم الوقت كيمر بسرعه غادي نحاولوا ناخذوا جوج الاسئله واحد اخرين معنا الاخت حنان من العيون وعيشه من المحمديه غادي نسمعوا اسئلتهم قبل ما نرجعوا لك دكتور هيمد. حنان صباح الخير. صباح النور عليكم. اهلا وسهلا اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله اختي فانا انا محظوظه واقيلا ايوا الحمد لله كي داير خويا عماد لاباس عليك الحمد لله اختي الله يبارك فيك كي دايره انت الحمد لله الله يسلمك وحنا اللي محظوظين سمعنا صوتك اختي بارك الله فيك شنو السؤال ديالك معاكم بالقنبله ياك مرحبا 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 نعم اختي عندي واحد السؤال عندي الوالده ديالي عندها الصبعان ديالها كيتنفخوا بزاف وتيعطوها في الدار والركبه حتى هي كتلقاها هكا منفوخه لقدام ما كتقدش حتى تمشى يعني لدرجه بعد المرات الصباح الى ناضت خصها تمشي هكا بحال عرفتي بحال شي كتحبو على يديها ولا شويه عاد يمكن تمشى عارفه اختي قولي لي المهم ما كتعانيش من شي مشكل في الكلاوي لا ما عندهاش الضغط مرتفع الطونسيون ما كطلعلاش عندها الطونسيون واخا كتاخذ بعض الادويه ديال الطونسيون لا ما كتاخذ حتى شي حاجه ايه واختي راه بعدا اولا بهذا الشيء اللي سولتك انا لان انا كنت عارف هذا المشكل ان الضغط منين كيرتفع ياك كيولي خلل عندنا في على المستوى ديال الدوره الدمويه ياك وكذلك حتى كيولي عندنا حتى الاحتباس ديال الماء في الدات اذا اول حاجه بعدا المهمه خصك تمشي تشوف الطبيب الاختصاصي لان الطونسيون اللي طالع ما كنلعبوش معاه يمكن ياديها يمكن الا طلع في واحد الفتره انه يقدر يعطيها الله قدر الله حتى الشلل النصفي اذا بعد اول حاجه تشوف الطبيب وتتبع الادويه ديالها فالطبيب كيعطيها مجموعه من الادويه واحد اللي كيحيد هذا الماء هذا من الدات والثاني انه كيوزن لها الضغط ديالها وان شاء الله غادي تولي بخير لان هنا في الحاله هذه الاعشاب او كيفاش المساعده اللي غيمكن لي نعطيك نقدروا نخففوا الالميه ملي غديري الوصفه ديال الالم ولكن حنا بغينا نداويوا يعني نلقاو ليها الحل باش يحيد هذا المشكل نهائيا ان شاء الله والنهجه وكتنهج بزاف صور انها جوج درجات ما تقدرش تطلع معاهم وتوزع على القلب وقال لها ما كاين حتى مشكل ما عندهاش القلب ما والو نعم لا خصها اختي تحاول تشوف هذا المشكل ديال الضغط فهو كيعطي هذه المشاكل هذه اذا ديو الميمات شوف الطبيب وتعرفوا بالضبط شنو الحاله ديالها فيما يخص الضغط الدموي ورد علينا الخبر حنان ما يكون باس عند الميمه تهلاو في راسكم بزاف تحيه لكم بالعيون معنا عائشه من المحمديه صباح الخير اهلا لسناء اهلا عماد مرحبا عليكم انا فرحانه اللي اتصلت بكم هذا الصباح هذه اول مره كنتصل الحمد لله كتب الله باش نتقابل بكم الحمد لله مرحبا الله يخليك انا عندي مشكل ديال روماتيزم من صغري جيت لي زارتروز بون لي زارتروز ولفت بهم هذه واحد 25 يوم تقريبا ضراتني الركبه ديالي ومن بعد جاني واحد الصداع يعني الركبه وجاني المصال الكبير او ميم طون يعني واحد لا دولور اللي بدل لي كامل متنيه بالصداع اللي كان عندي المهم الغدا نزلت شفت الطبيب وداك الشيء عطاتني السيده الدواء ديال المصال لان كنت متنيه ما قادرش حتى نوقف وقالت لي نصحتني باش نمشي نشوف طبيب سميتو ديال المصال المهم ثاني يوم مشيت شفت ديال الطبيب ديال المصران السيده قالت لي بان عندي انسياتيك لان كان عندي الحريق شويه في القصعه ديال ظهري ياك ونزل لي حتى للركبه الركبه ديالي بحال كتنمل عليا بحال كاين دي بيكوتمون تقريبا حتى للشوفي ديال رجليا بون جاتني في الكوتي غوش
واش هاد الحاله مازال عندك؟ باقي عندي لان عطاتني الطبيبه الدواء شربته سكيفتي وليت كنتحرك كنتمشى ولكن بقات رجليا شويه ثقيله وبقاو دوك دابا ملي كندوز يديا على الركبه ديالي على الجنب اليسار حتى لتحت ديال لاشوفي تنحس بها شويه بحال ثقيله بحال جوج با واحد لا سونساسيون شي شكل كنحس بها. دكتور عماد واش الاخت عائشه في هذه الحاله ديالها يتصلح لها الزريعه الكحله؟ تصلح لها الزريعه الكحله واصلا ندير المساج اللي غادي نعطيه في الاخر ان شاء الله اللي غادي يعاونك ولكن غاديري به واحد المساج وتبعيه واذا شتي ان مورا واحد 15 يوم ولا 20 يوم الحاله هذه بقات فضروري انك تعاودي ترجعي للطبيب باش يشوف المشكل فين كاين لان تقدر تكون مشكل في العروقه وتكون عندك مشكل على مستوى ديال الدوره الدمويه ديالك. تفهمنا؟ غير بزاف بغيت نقول لك انا من امتى كنتبع لا كورتيزون كانت تعطيها لي لا روماتولوج باغيغور يعني في الديالوستيك ديالها كانت قالت لي بين عندي اون بوليارتريت روماتويد وهي تصابو عندي غير ديزانفلاماسيون روماتيزمال كرونيك دابا هذا كرونيك راني كناخذها تقريبا 20 طون كنت بديت 20 ميليغرام وتوصلت 5 ميليغرام ما بقيتش تمشي عند ديك السيده لان ما بقاش واحد التفاهم ما بيني وبينها. نعم ربما بلا ما ندخلوا معك في التفاصيل كامله عائشه باش نقدروا نجاوبوك. مشيت لوبيتال بوبليك ملي قلبوا لي قال لي سي با اون روماتويد بوليارتريك سي دي روماتيزم انفلاماتوار ابخي لي زاناليز. نعم اختي انا شوف انا دابا 1 ميليغرام دابا شنو السؤال لعائشه؟ صعيبه عليا ولا لا بقيت نشوف انا فهمت انا فهمتك. شوفي شوف انا نهضر معك دابا انت حيت ما قلتيليش في الاول انك كنتي تحت يعني تحت العلاج وباقا تحت العلاج ديال الكورتيكويد يعني ماده الكورتيزون فماده الكورتيزون من الاعراض ديالها انك تعطينا هذا الشيء كتعطينا الارتخاء على مستوى الاعضاء كتعطينا المشاكل في العظام كتعطينا بزاف ديال الامور لانها كتاثر. بالنسبه واش غتقطعي هذا 1 ميليغرام ولا ما تقطعيش فهذا كيبقى كما كنقولوا القرار ديال الطبيب اللي كيكون متبعك لانه عارف الحاله ديالك وعارف شحال خاصك ديال هذه ماده الكورتيزون. ولكن المساعده انك اولا دير الوصفه اللي عطات الاخت ديال الحريقه الحرشه بالنسبه للفيتامين دي لان الفيتامين دي كينقص على مستوى العظام فهذا من باب ما بين الاسباب ديال الكورتيزون اللي كيديرها في الذات. اذا غتاخذي معلقه صغيره قلنا ديال الحريقه الحرشه غادي تولي كديريها بزلافه ديال البلبوله ديال الشعير في الصباح يعني حسوه ديال الحليب بالشعير في الصباح تخلطيها مزيان تخليها حتى تطلق 5 دقائق وتاخذيها داومي عليها واحد المده ديال 3 شهور غتساعدك باش ترفع لك الفيتامين دي. ثانيا انك تحاولي تاخذي مسائل اللي كتطلع المناعه مثلا غتاخذي العسل الحر مع حبوب اللقاح يعني معلقه كبيره ديال حبوب اللقاح 3 معالق كبار ديال العسل الحر معلقه صغيره في الصباح وفي الليل وكذلك تاخذي الوصفه اللي غادي نعطي ديال المشاكل ديال البروده والروماتيزم. وحنا لحظه غادي نشوفوا معاك شنو هي هذه الوصفه لتقليل من الام والتهاب المفاصل. الوصفه اذا غادي تفك بها الحال ان شاء الله ديال كل الاخوات اللي اتصلوا بنا. غير قبل بغيت نعاود ناكد معاك السيدات اللي عندهم علاج كيتابعوا خصهم يواظبوا عليه. اكيد اكيد العلاج اللي كان عندهم السيدات كيتابعوا العلاج فضروري خصهم يكملوه ويتابعوا العلاج. فاحنا كنقولوا ملي كيكون المرض المزمن كنعطيو وصفات اللي كنزيدو نقويو العلاج انه كيتجمع لينا العلاج اللي كيتعطى من عند الطبيب زائد العلاج الطبيعي باش كنكون واحد العلاج فعال او كما كنقولوا واحد العلاج اللي كتكون القوه ديالو كبيره. فاولا قبل ما غادي نقول الوصفه فبسرعه خصني نقول الطريقه كيفاش كناكلوا الزريعه. اذا بالنسبه للوليدات الصغار من 5 سنين حتى 13 عام يعني 5 سنين تحت ما كنعطيوهمش الزريعه. وليدات الصغار من 5 سنين حتى 13 عام كنقطعوا كنحيدوا داك القالب داك الداخل ديال الزريعه وكنعطيهم معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل. اذا كنهرمشوها ولا باي طريقه كنعطيوها لهم. بالنسبه للناس الكبار كناخذوا 3 ديال المعالق كبار في اليوم يعني معلقه كبيره في الصباح معلقه كبيره في الغداء ومعلقه كبيره في الليل. وهذه المساله كنداوموا عليها واحد المده ديال 3 شهور كنرتاحوا شهرين وكنعاودوها عاوتاني مده ديال 3 شهور. وهذه الوصفه ان شاء الله فهي غادي تعاون وكيمكننا نبداوها كوقايه المشاكل ديال القلب المشاكل ديال الروماتيزم وكذلك المشاكل ديال نقص الفيتامين دي. بالنسبه للوصفه السحريه اللي غادي نعطيو لهاد المشاكل هذا ديال الالم والروماتيزم والمشاكل ديال البروده فغادي ناخذ فيها زيت نوار الشمس زيت الزعتره زيت الكاليبتوس زيت الكافور البلدي وزيت الزعفران الحر. اذا زيت نوار الشمس زيت الزعتره زيت الكاليبتوس زيت الكافور البلدي وزيت الزعفران الحر معلقه كبيره من كل زيت كنخلطوها مزيان حتى كتخلط كيولي عندنا خليط متجانس
قبل ما كنستعملوهاش كنديروا كندفيوها واحد شويه في حمام ريم، كناخذوا ديك السويته اللي كتكون دافيه شويه وكندهنوا بها واحد الماساج ديال 5 دقائق، ما كنبركوش يعني غير كندهنوا غير من الفوق مده ديال 5 ديال الدقائق، وكنخليوه مده ديال ساعه وكنمسحوه بالقطن. العمليه كنديروها تقريبا من الليل لليل، وكنداوموا عليها كل نهار مده ديال شهرين، وان شاء الله ف 15 يوم يعني في 15 استعمالات الاولى كيبان النتيجه، لان كما كنعرفوا هذا الالم ديال المفاصل والروماتيزم كيكون من الامراض اللي كتكون شويه مزمنه، وان شاء الله غادي تعطي نتيجه. وحنايا كنشكروا كثير دكتور عماد. طيب هذه المساله هذه طبعا ممكن كل السيدات يستعملوها اكيد. نعم ما كاينش مشكل حالات اللي من الاحسن ما يستعملوش فيها، لان هذا غير دهين وهذو زيوت اللي كلها مفيده وعندها فوائد كبيره علاجيه. الكره او الحبه ديال الكافور حتى هي من الامور الطبيعيه اللي دائما كتنصح بها الناس اكيد في هذه الحاله ديال الام المفاصل. نعم نذكروا بالوصفه الكافور البلدي، يعني كافوره بلديه كنديروها في كاس صغير ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون وجوج شعيرات ديال الزعفران الحر، وإلا ما كانوش بلاش ماشي مشكل. هذا الخليط كامل كندفيوه في حمام ريم وكنخلطوه حتى كيذوب هذيك الكافوره مزيان وكيتخلط الخليط، كنخليه مده ديال يومين ومن بعد كنصفيوا هذاك الزيت. هذاك الزيت كنوليو كندهنوا به الاماكن اللي عندنا فيهم هذا المشكل ديال الالم وديال البروده.